طلقها بعد ساعتين فقط، والسبب غريب جدا ولكنه يحدث دائما. لم تصدق ما هو. متابعي قناة هل تعرف الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم. الكثير من حالات الطلاق باتت تقع لأسباب بسيطة أو سلوكيات سلبية غير مرضية للطرف الآخر، تصل في بعض الأحيان إلى مرحلة الغرابة بل والطرافة. في نوعية الأسباب التي تهدم فيها سعادة اثنين وتنهي علاقات أسر مع بعضها بعد سنوات عديدة، هذا ما كشفه المستشار في العلاقات العامة الأسرية في دبي خليفة محمد المحرزي خلال حديثه. وأعلن خليفة عن أسرع وأغرب حالة طلاق إذ لم يدم الزواج أكثر من ساعتين، موضحا أن خلافا وقع بين عائلتي العروس والعريس حول أغنية أدت إلى احتدام الصدام بينهما، مما أثار حفيظة أهل العريس الذين طلبوا وقف الأغنية فورا، وتصاعد الأمر لمشادات كلامية بين والدتي العريس والعروس، ليتطور الأمر إلى مشادات بالأيدي وينتهي بطلاق وقع في قاعة الفندق المخصصة للاحتفال بالزفاف. إذا ما رأيكم بهذه العائلة التي تسببت في الطلاق بسبب أغنية؟ شاركونا رأيكم في التعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأصدقاء. شكرا للمتابعة. وفي نهاية نمر إلى فقرة كل يوم معلومة جديدة، والمعلومة تقول إن مقدرة الحصان والهر والأرنب على السمع أكبر من مقدرة الإنسان. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا من الإعجاب والاشتراك في القناة دعما لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.